السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء نستهلها بالعناوين. الحكومة تؤكد جديتها في تسريع عملية السلام بالبلاد وتعزيز الاستقرار. البرهان يؤكد على استقلال النيابة العامة ويتعهد بدعمها للقيام بمهامها. بدء الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة غدا بواشنطن وتوقعات بمباحثات سودانية أمريكية. أهلا بكم. أكد وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح جدية الحكومة في تسريع عملية السلام، وقال فيصل في تصريحات صحفية عقب اجتماع لمجلس الوزراء شهد عرض تقرير حول زيارة رئيس الوزراء إلى ولاية شمال دارفور، قال إن الزيارة ناجحة منوها بالاستقبال الإيجابي لرئيس الوزراء والذي عكس التأييد الكبير لحكومة الثورة ولبرامجها. وأضاف أن أهمية الزيارة تأتي من أن رئيس مجلس الوزراء هو أول مسؤول حكومي رفيع يقوم بزيارة معسكرات النازحين، كما شملت الزيارة اجتماعا مع حكومة الولاية وتفقد جامعة الفاشر ومستشفى الفاشر ولقاءات مع قوى الحرية والتغيير وقيادات الإدارات الأهلية وزيارات لثلاثة معسكرات كبيرة للنازحين. استمع خلالها رئيس الوزراء لأصوات النازحين وأوضح أن مطالبهم تم رفعها للحكومة ويجري تصنيفها، وتلخصت في تسريع عملية السلام ومعالجة عملية التوطين في قرى النزوح ونزع السلاح من الميليشيات، بالإضافة إلى تسليم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية. أكد رئيس مجلس السيادة على استقلالية النيابة العامة وسيادة حكم القانون بالبلاد، وتعهد عبد الفتاح البرهان لدى لقائه النائب العام لجمهورية السودان تاج السر على الحبر، تعهد بدعم النيابة العامة بالمعينات والمباني اللازمة للقيام بمهامها الموكلة لها في المرحلة الانتقالية والتاريخية التي تمر بها البلاد. من جهته قال النائب العام عقب اللقاء إن النيابة العامة ستعمل بجانب الجهات العدلية المختصة من أجل سيادة حكم القانون لينال كل مرتكب الجرائم المختلفة والانتهاكات الصارخة عقابهم وفقا لما تنص عليه القوانين السرية في البلاد. وأشار النائب العام إلى ضرورة إجراء تعديلات في بعض القوانين وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحماية المال العام وتخريب الاقتصاد ومكافحة الفساد وفقا للعهد الدولي الخاص بمكافحة الفساد 2005. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن الشيخ إدريس قاضي متانة العلاقات بين السودان والصين وحرص السودان على تعزيزها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. وقال السفير الصيني بالخرطوم ما شين بين في تصريح صحفي عقب لقائه عضو مجلس السيادة حسن الشيخ إدريس إن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين السودان والصين. وقال السفير ماشين إن بلاده تتطلع إلى العمل مع السودان لنقل العلاقات إلى مستويات جديدة متطورة. ينطلق غدا الأربعاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن الاجتماع الوزاري الخاص بسد النهضة، والذي يشارك فيه وزراء خارجية والري بالدول الثلاث السودان ومصر وأثيوبيا، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية. وصلت وزيرة الخارجية إلى واشنطن مترئسة وفد السودان المشارك في الاجتماع والذي يضم وزير الري والموارد المائية ياسر عباس والسفير محمد عبد الله توم مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية. وتوقعت مصادر إعلامية أن تجري وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله خلال زيارتها لواشنطن للمشاركة في اجتماعات سد النهضة بمشاركة مصر وأثيوبيا مباحثات بوزارة الخارجية الأمريكية حول العلاقات السودانية الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان وسبل تعزيزها. تظاهر عدد من طلاب المرحلة الثانوية بمدينة الفاشر أمام وزارة التربية والتوجيه بولاية شمال دارفور احتجاجا على عدم انتظام الدراسة بمدارسهم، وذلك بسبب احتجاج المعلمين بعدم صرف متأخراتهم واستحقاقاتهم المالية. وقال مدير عام وزارة التربية والتوجيه بشمال دارفور إبراهيم آدم إبراهيم إن الوزارة لن تألو جهدا في حل كافة مشاكل المعلمين والمدارس حفاظا على استقرار العام الدراسي ومستقبل الطلاب.
طالب النازحون بشرق دارفور بضرورة وضع قضاياهم أولوية في المرحلة القادمة، وتشمل المطالب تحقيق السلام والعودة الطوعية وتغيير الجهات أو الواجهات السابقة التي تمثل النازحين. جاء ذلك في المسيرة السلمية التي من خلالها تم تسليم مذكرة لوالي الولاية اللواء الركن المزمل أبو بكر، والذي وعد خلال حديثه بمعالجة قضايا النازحين عبر اللوائح والقوانين بجانب العمل على تحقيق السلام وتوفير الأمن. في الوقت الراهن القضية الجوهرية اللي بسبب ان احنا الليلة واقفين في امانة الحكومة هي واجهة النظام البعيد الموجود في معسكر النيم، ونحن بسبب الحاجة دي الليلة جينا عشان عملنا لجنة عليا جديدة عبر الشرعية السورية هي اللي بتدير قضايا النازحين. اللجنة البعيدة دائرة النازحين ل 14 عاما من دون اي اسس قانونية. جاءت التخيير ولكن رفضت التخيير. الأساس أن احنا عطبنا الوالي قبل اليوم، زايدة من فوضية العون الإنساني كويسة. لازم أنه النازح ده يشعر في سلام وفي أمان، بيطلب أنه يكون في قرى للنازحين بشكل مؤمن بشكل كويس، فيها مشفى، فيها دونكي، فيها مأوى، فيها دعم يكون فردي أو شكلي بتاع مشاريع. إذا الحكومة بتاعت حمدوكية مصرة جدا يكون في سلام دائم، النازحين ديل أولوية حقتهم يرجعوا مناطقهم أول شيء، لأن هم الآن لازال نازحين، لازال لتلقوا المعونات والمنظمات الأجنبية، وللعلم أنه معظم المنظمات الآن انسحبت من إطار النازحين. مثلت زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوكي لولاية الشمال دارفور حدثا مهما من حيث الزمان والمكان، وتأتي أهمية الزيارة بتأكيد الحكومة الانتقالية على عزمها وسعيها الجاد لإكمال عملية السلام بغية التفرغ لبداية عملية البناء والإعمار من خلال زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد الذاتية. اهتمام الحكومة الانتقالية بملف السلام العنوان الأبرز لزيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لفاشر السلطان في مستهل زياراته لولايات البلاد. أولوياتنا هي إيقاف هذه الحرب اللعينة ووضع حد لمعاناة أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء، وخلق الأرضية الصلبة لسلام مستدام، سلام كلنا نبنيه مع بعض. في السابق كان البحث عن السلام لحد كبير ما بيستصحب رؤيتكم انتم في المعسكرات. هذه المرة نعدكم صادقين بأننا سوف نستصحب رؤاكم، تفكيركم، مقترحاتكم في تحقيق السلام. رسائل عديدة بين طيات الزيارة، إذ أنهد عهدا من القطيعة بين المسؤولين الحكوميين ونازحي المعسكرات. زار المناطق الحساسة، المناطق المهمة بالنسبة لشمال دارفور وبالنسبة للسودان، اللي هي من أكبر معسكرات النزوح منذ اندلاع الحرب في دارفور 2003 حتى يومنا هذا لم يدخلوا يعني مسؤول في درجة وزير، ولكن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يعني قدر يعني يزور معسكري أبشوك والسلام وخاطبهم، وبرضه زار معسكر زمزم من اللي هو يعد من اكبر المعسكرات، معسكرات النزوح في 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 السودان، برضه خاطبهم. اهميه اقتصاديه ودعوه لممارسه الحياه الطبيعيه من بين ما هدفت اليه الزياره بحسب مراقبين. هذه الزياره لها اهميه اقتصاديه ايضا، من واقع ان وجود المعسكرات حول مدينه الفاشر قد اثر في الانتاج، فعودة النازحين إلى مناطقهم وممارسة حرفهم في الزراعة وفي غيرها تعطي مؤشر يعني اقتصادي كبير، وتعطي مؤشر كبير لعودة الحياة إلى طبيعتها. عموما هذه الزيارة مهمة بالنسبة لإنسان دارفور وبالنسبة لإنسان مدينة الفاشر، حيث تشكل يعني دفعة للتنمية والاستقرار الذي تحقق في الفترة الأخيرة.
إكمال عملية السلام وزيادة وتشجيع الإنتاج أولويات حكومية ومطالب جماهيرية تبقى قيد الانتظار. حمد الخنفري، الشروق، الخرطوم. حدد المكتب الموحد للأطباء بولاية شمال كردفان بالدخول في إضراب عام للأطباء والكوادر الصحية بالولاية ما لم تتخذ خطوات عملية لتحسين البيئة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية. وعقد الأطباء مؤتمرا صحفيا بمستشفى الأبيض التعليمي أعلنوا من خلاله اتخاذ خطوات تصاعدية في حال عدم الاستجابة للمطالب التي تقدموا بها سابقا لحكومة الولاية. وقال المتحدث باسم المكتب الموحد للأطباء بالولاية النور ربيع عبد المجيد أن الحالة المتردية التي آلت إليها الأوضاع الصحية بالولاية تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية لتوفير الخدمات اللائقة بالمرضى وتغيير بعض الإدارات لمواكبة المرحلة الحالية، منوها إلى أن الخطوات التي يتخذها الأطباء لا تهدف بأي حال لتعطيل العمل وإنما هي واحدة من أساليب الضغط لتحسين بيئة العمل وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين. كلنا عارفين، كلنا شايفين التردي الصحي المبالغ فيه الموجود داخل ولاية شمال كردفان، والموجود أكثر كمان على مستوى الضواحي والأرياف، من انعدام للخدمات الصحية، من انعدام للبيئة الصحية المناسبة لتحقيق أفضل مناخ لاستقبال المرضى. لازم يكون نحن كأطباء عندنا الدور الأساسي والمهم. أصدرت سلطات التعليم بولاية الخرطوم قرارا بوقف الامتحانات الشهرية بمدارس مرحلة الأساس. وعزل المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد إبراهيم علي فضل الله القرار لتنامي الشكاوى من أولياء الأمور بشأن الإرهاق الذي تسببه الامتحانات الشهرية للتلاميذ وما يترتب عليها من رسوم وجبايات. ولجأت سلطات التعليم في الخرطوم لاتخاذ عدة تدابير لضمان استمرار العام الدراسي بعد فترات توقف طويلة جراء الأوضاع السياسية بالبلاد. وقعت ولاية شمال كردفان عقدا لتصنيع مقاعد لإجلاس أكثر من 13 ألف طالب بالولاية في مرحلتي الأساس والثانوي، وتبلغ كلفة المشروع نحو 30 مليون جنيه. وشهد والي ولاية شمال كردفان المكلف الصادق الطيب عبد الله مراسم توقيع العقد من جانب وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، وأبدى الوالي حرصه على متابعة المشروع. وشهد حفل التوقيع عدد من قيادات وزارة التربية والتوجيه الذين أكدوا على أن هذه الكمية من شأنها أن تغطي عددا كبيرا من المدارس ووحدات الإجلاس في كل محلية الولاية. أعلنت ولاية نهر النيل ترحيبها بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للولاية. وقال والي نهر النيل عبد المحمود حماد عقب اجتماع مجلس الحكومة إن زيارة البرهان لنهر النيل والمقرر لها السبت المقبل سترتكز عند منطقة التليبان بمحلية الشندي، وذلك بهدف إتمام ومباركة ورعاية الصلح بين قبيلتي التامراب العوضية والعبابدة، لافتا إلى أن العفو تم بفضل المساعي الحميدة التي بذلت من قبل قيادة الدولة ورجالات الخير والإحسان ومشايخ الطرق الصوفية ونظرات القبائل. وأبان الوالي أن العفو الذي اتفق عليه سيعتق رقاب 5 من شباب قبيلة العبابدة، مؤكدا أن هذه البادرة تستحق أن تحفظ كقاعدة أساسية في العفو والتسامح الأهلي. بقرض تتمة الصلح الذي يعني سوف يمهر بهذا الحضور الفخيم من المركز، يتقدمهم السيد رئيس مجلس السيادة الفريق هو الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بعد أن أفلحت يعني جهودهم ومساعيهم مع عدد من أبناء الولاية الخيرين في انتزاع فتيل الإشكالات اللي كان ممكن تنشب والعفو لعدد 5 من الشباب.
إلى ذلك كشف والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد إلى إبرام عدد من الاتفاقيات لصالح الولاية مع كبرى الشركات الروسية ضمن زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إليها مؤخرا، وذلك لإنفاذ مشروعات تنموية ضخمة في المجالات الاقتصادية الحيوية. الأشياء التي يعني تم إبرامها مع الإخوة في روسيا الاتحادية عبر الجهات الصناعية والجهات التي تعمل في مجال معالجة الزئبق والسيانايد، والتي تعمل في مجال توليد الكهرباء أو توليد الطاقة عبر المحطات الكهرومائية، وهنالك عدد من المشاريع تم الاتفاق عليها أولا يتم تنزيلها لجهات الاختصاص حتى تأتي يعني نفعا على إنسان الولاية وعلى البلد عامة.